مشاهدي ومتابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، اهلا بيكم في لايف جديد. احنا النهارده من داخل مركز البحوث الجنائيه والاجتماعيه بالكتكات. معانا دكتور حسام الدين الوسيمي، هيكلمنا عن سلوك من السلوكيات اللي احنا بنرصدها في الشارع، واعتقد ان اغلبنا بيشتكي منها بشكل كبير، اللي هي استخدام الالعاب الناريه والمفرقعات بشكل بقى يعني بشكل كبير جدا، يثير الرعب والذعر في نفوس الكثير مننا ومن اهالينا ومن زوجاتنا وابنائنا. فالغريب في الامر ان الموضوع ما بقاش استخدام للاطفال فقط، الموضوع تطور وبقى يستخدمه الكبار. فاحنا عايزين يعني دكتور حسام الدين استاذ علم النفس هيشرح لنا يعني سلوك الاشخاص اللي بيستخدموا الالعاب الناريه ديت، وهيكلمنا اكتر عن القضيه دي. اتفضل يا دكتور. اهلا وسهلا بحضراتكم، وكل سنه وحضراتكم طيبين. موضوع الالعاب الناريه او الالعاب الخاصه بالمفرقعات والبومبو والصواريخ اللي بتنتشر احيانا في فتره رمضان وفتره العيد، بنلاحظها طبعا في الشوارع والناس بتنزعج منها. هي قضيه او موضوع ليه ثلاث اطراف: الشخص اللي بيستخدم هذه الالعاب، والشخص اللي بيبيعها او بيتاجر فيها او بيصنعها او بيستوردها، والطرف الاخير هو بقى المجتمع المتضرر من هذه المشكله المنتشره. لو هنتكلم على الاول، الشخص اللي بيجيبها، هو ايه ليه الواحد بيجيب العاب ناريه، وليه ممكن المراهقين او حتى الكبار ممكن يجيبوها او الاطفال؟ الناس ممكن تكون بتسعى للاثاره او حاجه، عاوز يعمل ازعاج او صوت او حاجه، ان هو كده بيوصل الاحساس باللذه او النشوه او السعاده اللحظيه، بالاضافه الى الثقافه المنتشره بفكره الاحتفال بهذه الطريقه، ان الواحد لما يعمل صوت عالي او ضوضاء او ازعاج هو حاسس كده ان هو بيحتفل، او ده مرتبط الى حد ما بالثقافه اللي يعني بتحاول توصل لنا فكره ان الواحد يحتفل بطريقه فيها صخب او ازعاج للاخرين. بالاضافه لفكره المقالب، مساله ان هو ممكن بعض الناس بتستمتع ان هو يشوف الذعر في عيون الاخرين، فده بيعتبر ان هو سلوك كانه عامل مقلب او كانه هو كده بيتبسط من رد فعل الاخرين. دي كلها من دوافع الشخص نفسه ان هو يستخدم هذه الالعاب، وممكن برضه يكون واخدها ان هي وسيله للتعبير، زي ما قلت لحضراتكم، وسيله للتعبير عن البهجه او السعاده، او زي ما في الثقافه الدارجه ان بعض الناس تعمل طلقات ناريه للاحتفال. برضه دي من الظواهر الغلط يعني، او المشكلات، مش هقول ظاهره، ولكن هي من المشكلات السلبيه اللي عايزين نقضي عليها. لو جينا نشوف الطرف الثاني اللي هو البائع او التجار او المصنع، فالبائع هو برضه الربح السريع اللي هو بيعمل هذه المواد اللي فيها مفرقعات او العاب ناريه. الالعاب دي ربحها عالي جدا، يعني ممكن يوصل ل 300%، وبالتالي فهو بيرغب في الربح السريع، وواضح ان ما عندوش وزر اخلاقي التاجر اللي هيبيع هذه الالعاب، لانه اكيد عارف ضررها وعارف انها مجرمه. لو هنتكلم على التجريم، فالقانون المصري مجرم الاتجار او البيع او تداول هذه المواد تجريم قوي جدا، وبيعتبرها زيها زي المفرقعات او اي مواد، يعني جميع المواد المفرقعه او اللي بتحدث يعني نوع من انواع الانفجار او غيرها، كلها مجرمه بقانون قوي جدا وبيدي عقوبات رادعه جدا، ومع ذلك الرغبه في الربح السريع عند هؤلاء التجار بتؤدي بهم الى ان هم يستجلبوها ويوزعوها على الاطفال والمراهقين والناس. طيب لو جينا نتكلم بقى على الطرف الاهم في هذه السلسله، وهو الناس المتعرضين ليه. المجتمع والناس وكل الافراد المتعرضين للاضرار، فالاضرار هنا كبيره جدا. هنتكلم الاول على الاضرار النفسيه. الاضرار النفسيه بتشمل الشعور بالقلق والتوتر والازعاج. الناس لما تقعد تتعرض لهذه الاصوات المفزعه بيرتفع عندهم معدلات القلق، حتى لو هم عارفين ان دي العاب ناريه او غيره، فالمعدل القلق على المستوى او القلق العام بشكل تدريجي بيرتفع عندهم، وده بيؤدي الى ان الناس تبقى في حاله نفسيه مش كويسه. طيب وغير كده كمان، في بعض الناس ممكن يجي لهم الهلع، او كمان بعض او نوبات من الهلع او غيره، لو كان هم عندهم اضطراب قلق بالفعل.
وبعض الناس ممكن يحصل عندهم فوبيات او مخاوف مرضيه نتيجه التعرض لموقف صادم. يعني ممكن واحد يكون كان ماشي او طفل او غيره وفي بومبه فرقعت خبطت فيه او غيره، يفضل بقيه حياته عنده فزع من الالعاب دي. وبنلاقي ناس عندها فوبيا من الحاجات دي وبتخاف منها جدا بدرجه كبيره، حتى ما يقدرش يعدي في شارع فيه ناس بتلعب ببومبه او حاجات زي كده. في كذلك في المشاكل النفسيه الانزعاج اللي بيسبب خاصة عند كبار السن أو المرضى، ده في حد ذاته مشكلة كبيرة، إنه يبقى قاعد مش مرتاح. كذلك الأرق أو صعوبة النوم، يعني واحد لو ساكن في دور أرضي أو في مكان فيه الأطفال بيلعبوا أو مراهقين بيلعبوا بالألعاب دي ممكن يحصل له صعوبات في النوم، وده يأثر على بعد كده يومه اللي بعد كده، يكون فيه مش مركز أو متضايق. بالإضافة إلى التعطيل الخاص بالدراسة أو الشغل، لو واحد عنده دراسة أو شغل وبيسمع هذه الأصوات فده برضه ممكن يعطله. طيب دي كلها أضرار نفسية. طب الأضرار الصحية، عندنا التعرض لإصابات وارد جدا سواء للشخص اللي بيستخدمها أو للمتعرضين. الصاروخ ده أو البومبة دي لو وقعت على حد أو خبطت في حد أو غيره ممكن تأذيه إصابة مباشرة بجروح أو حروق، وممكن في بعض الأحيان بعض الناس بتفقد عينيها بسبب هذه الصواريخ أو هذه المفرقعات. فبالتالي الأضرار الصحية كبيرة جدا جدا جدا. بالإضافة إلى ثبت علميا إن التعرض للأصوات المزعجة بيزود بيرفع من ضغط الدم وممكن يؤدي لأمراض القلب. فبالتالي برضه من أحد المشاكل الصحية الخطيرة لهذه الألعاب والمفرقعات. الأضرار البيئية، لو نتكلم بقى على البيئة فهنا الأضرار كبيرة جدا. أولا عندنا حاجة اسمها التلوث الضوئي. الالعاب المفرقعات كلها وسيله من وسائل او من الاسباب اللي تؤدي للتلوث الضوئي، وده اكيد ليه اضرار صحيه كبيره واضرار بيئيه. كذلك الاضرار في الهواء، لان تلوث الهواء هنا بينتج بسبب المواد الكيميائيه والغازات الضاره الموجوده في هذه الالعاب، وكذلك تلوث التربه وتلوث الماء بسبب المواد الكيميائيه الموجوده في هذه الالعاب. طب لو حبينا دكتور حاجتين يعني نعرفهم، لو حبينا نصنف الاشخاص اللي هم بيستخدموا الالعاب الناريه ديت كنوع من البهجه، يعني هل في علم النفس لهم تصنيف معين اللي هو بيستخدم المفرقعات ديت؟ ونصيحه بقى يعني من حضرتك توجهها في نهايه اللايف. طيب الشخص اللي بيستخدم هذه الالعاب هو ممكن يكون عنده فكره ارتباط البهجه بالاثاره بإفزاع الآخرين، أو فكرة ثقافة المقلب، يعني أو إن هو متأثر بفكرة إن الناس تعمل مقلب وتشوف الفزع في الآخرين، فهو هنا ما عندهوش كمان تقدير لعواقب السلوك، يعني هو هنا مركز على المتعة اللحظية ومش مركز على الأضرار اللي ممكن تحصل على بعد كده. فمش هنقول إن هو شخص يعني مضطرب أو غيره، ولكن هو يعني عاوزين نوعيه، لأن هو ممكن يكون حسن النية ولكن هو فاكر إن هي دي وسيلة الاستمتاع الوحيد زي ما حضرتك قلت يعني. فهتكلم بس على ضرر اخير في الموضوع، وهقول بقى التوعيه لهذه للاشخاص دول، لان هم برضو ممكن يكونوا مش عندهم المعرفه الكافيه بهذه الاضرار، وبالتالي نتمنى نوعيهم. فغير الاضرار البيئيه في خطر كبير على المجتمع من هذه الالعاب، وهي اضرار ماديه، بمعنى ان الفلوس اللي رايحه لهذه الالعاب رايحه في الهواء فعليا، ومش بس رايحه في الهواء، رايحه في ضرر الاخرين. يا ريتها رايحه بدون عائد، لا هي رايحه بعائد سلبي على الاخرين وعلى المجتمع وعلى البيئه. فبالتالي الفلوس اللي الواحد بيحطها في هذه الالعاب هي فلوس مضره ومش هتعود عليه باي عائد. فمقترحات بقى للتغلب على هذه المساله للشباب والمراهقين ولنا كلنا، عايز تحتفل احتفل، ولكن فكر في احتفال او طريقه للاحتفال تكون ما فيهاش ضرر ليك ولا للاخرين، وفي نفس الوقت ما تكونش مضيعه للفلوس بشكل بدون اي عائد. على سبيل المثال شفنا بعض الناس اللي بتحتفل برمضان او بالعيد او غيره بيوزع حاجات بسيطه للاطفال او للناس في الشارع، بدل ما يوزع الفزع بيوزع البهجه. فهنا هو بيدي الواحد مثلا ايا كان حاجه رمزيه او غيره، فهنا بيشوف رد الفعل قد ايه بيكون مبهج وقد ايه بيكون جميل. فطب ليه ما تعملش كده مثلا الفلوس اللي هتصرفها على البومب والصواريخ او غيره، طب ما تجيب بيها الحاجات دي وممكن تنشر بيها البهجه. بنشوف برضو كان زمان ولا زال موجود بعضها فكره التعليق الزينه في رمضان او في العيد، برضو حاجه بتبقى مبهجه للاخرين وما فيهاش هذا الضرر اللي ممكن يحصل. فبالتالي ادور على بديل. بنسمع برضو او بنشوف لغايه دلوقتي وكان زمان اكتر فكره الدورات الرياضيه الرمضانيه مثلا،
طب ما هو بدل ما ننفق في حاجات مضره، طب ما نعمل العاب ترفيهيه في النادي او في مركز الشباب او في المنطقه اللي احنا فيها، بحيث ان احنا نشارك في حاجه تكون ترفيهيه وفي نفس الوقت مش مضره. ان بدل الفلوس بتاعت الصواريخ نعملها جوائز مثلا للفرق الفايزه مثلا، نعمل العاب جماعيه. اذا في بدائل كتير جدا للاستمتاع، والنصيحه النهائيه هذه الالعاب مضره بالفرد ولها اضرار صحيه ونفسيه خطيره على الفرد وعلى الاخرين وعلى المجتمع وعلى البيئه، وبالتالي فاضرارها كبيره جدا، بالاضافه لانها مكلفه ماديا وبدون اي عائد على الفرد او على المجتمع. فبالتالي الحل في البحث عن بدائل امنه وما يكونش فيها مضيعه للفلوس وللصحه وما فيهاش هذه المخاطره. وفي النهايه طبعا شكرا لحضراتكم، اتمنى لحضراتكم اوقات سعيده واحتفالات جميله بدون اي مخاطر وبدون اي مشاكل للاخرين. شكرا لحضراتكم. شكرا دكتور حسام. مشاهدي ومتابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، نشكركم على حسن المتابعه، وانتظرونا في لايفات اخرى على مدار الساعه.